الله، ما أجمل هذا البساط الأخضر والفراشات والطيور والماء المتدفق. إنه فصل الربيع يا آية. ما هو فصل الربيع؟ وقت يأتي بعد الشتاء فتتجمل فيه الطبيعة وتأخذ زينتها وتمتلئ الوديان والأنهار وتزغزق الطيور وتغرد العصافير وتؤنسنا الفراشات. وهل يأتي فصل الربيع كل سنة؟ اسكت يا سعيدة، فآية صغيرة ومن حقها أن تسأل وتعرف. لا عليك صغيرتي، فصل الربيع يأتي كل سنة وفي نفس الوقت، استمتعي بوروده وهوائه ومائه. لا يا أحبابي، فحذاري من أن يودعنا فصل الربيع. يودعنا؟ وكيف؟ إذا نحن لم نحافظ على طبيعتنا وبيئتنا، سيغادر فصل الربيع ولن يبقى لنا ربيعا. إذن فلنحافظ.